السلام عليكم ورحمة الله. أميراتي الغاليات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو، ولا يكون ضمن سلسلة تعليم الفصالة والخياطة. وأول درس معنا إن شاء الله غادي يكون طريقة أخذ القياس والأدوات اللي غادي نحتاجو في أخذ الطروس. بالنسبة لطريقة أخذ القياس، غنبداو بالكتاف اللي كناخدو من العظم اللي كيكون فوق الكتاف، من العظم للعظم، وكناخدو القياسات من الظهر، يعني اللور كناخدو من العظم العظم اللي كيكون فوق الكتاف هنا، هذا هو الكتاف ديالنا. ومن نفس النقطة كناخدو طول الكم، يعني من نفس النقطة باش يخرج لنا العبر هو هذاك، من نفس النقطة كناخدو طول الكم. وطول الكم على حسب اختيار كل سيدة، كناخدو طول الكم ديالنا. ومن بعد كناخدو الصدر، الدورة ديال الصدر هنايا كناخدو نصف دورة، كتكون من الخياطة اللي كتكون تحت لكم للخياطة الأخرى، يعني نصف دورة هي هادي مرورا بالصدر، يعني ضروري دوزو من فوق الصدر باش يخرج لك العبار مزيان، وكيخليو السنتيم مرخوف على البنات، ما كنصغيروش السنتيم. وكناخدو التركيز، كيكون مائل، وكنوقفو السنتيم الى غادي ناخدو التركيز، يعني كنوقفو السنتيم بحال هكا اللي كتشوفو باش ناخدو التركيز. من بعد كناخدو الطول اللي كيكون من هاد النقطة ديال اللي كتكون حدا الكول لتحت، والطول على حسب كل سيدة، كيبقى على حسب اختيار كل سيدة الطول اللي بغات. هادو هما القياسات، وكناخدو دورات لكم، دورات لكم هكذا على حسب الدورة ديال السيدة، على حسب اختيار ديالها. انا عندي هاد الدورة عندي فيها 22 مثلا، تقدر انت دير حساب اللي بغيتي. وهادو هما القياسات اللي كنحتاجو في جلابة عادية اللي غادي نبداو بها اول درس، وغي باش تفهموا ان شاء الله. وملي نبداو في التوب غادي نوريكم طريقة اخذ القياس مرة اخرى ونشرح عليكم مزيان. وبالنسبة اللي باغيين يتعلموا الفصالة، كنصحكم تاخدوا هاد الدفتر هذا، واللي كيكون المربعات ديالو صغيره بحال هكذا، هذا هو اللي غادي نحطو فيه الدروس وتنقلهم ان شاء الله. ومن بعد نمروا للثوم، والادوات راه كتكون بسيطه، يعني مسطره وقلم الرصاص فقط. وهادو هما